يا محمد، الو الو. طب ناخد منى. الو، اي منى اتفضلي. الو اي منى اتفضلي. الو، ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا حضرتك يا فندم. الحمد لله، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره؟ معاكي دكتور صوفي. مساء الخير يا دكتور صوفي. مساء الخير، اهلا بيكي. انا بابايا متوفي بقالي سنه، الله يرحمه. وانا اتجوزت من، الله يرحمه، انا اتجوزت من شهرين بالظبط. مبروك، الله يبارك فيك. انا بنت عمته حلمت ببابا 3 مرات متواصله نفس الحلم، ان هو كان شكله حلو قوي، كان لابس بدله وكان بيحضر فرح واحده من كويتي، بس مش معروف مين فيها. ما تعرفيش دول. هي في واخواتك لسه ما اتجوزوش؟ لا لسه ما اتجوزوش. طيب، وبعديها على طول فتره ان ماما حلمت بنفس يعني حلم شديد، ثلاث مرات متواصله برضه، اني انا بتحلى ايديا ورجليا، ومين بتحميني؟ واحده صاحبتي انت يعني، هي اللي بتحميني ايدي ورجليا. طب انا عايزه اسال، ثواني بس، هي الحنه اللي بتتحط دي كانت حنه فيها نقش يعني كده، ولا حنه كده وخلاص؟ لا، الحنه اللي هي الحنه العادي العربي العادي اللي كده دي وخلاص، العادية اللي هي الحنة، عجنة الحنة، وعملت في ايدي وعملت في رجلي، وانا مبسوطة بقول لها انت بتحنيني؟ قالت لي اه انا بحنيكي. طب انا عايزاكي بقى تدفلي على يسارك 3 مرات وتسكتي عن الرؤية دي، ما تقولهاش لحد ابدا، واستعيذي بالله من شرها، وصلي ركعتين لصرف شرها بس. شكرا يا منى. ناخد ريم. الو الو. اي يا ريم اتفضلي. الو، اي يا ريم، معاكي انت على الهوا. الو، ايوه. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. الو، يا ريم، ممكن اتكلم دكتوره صوفيا؟ دكتور صوفيا معاكي. لو سمحت يا دكتوره، انا عندي حلمين. اتفضلي. خير، وطي التلفزيون. طيب ريم، ممكن توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ خلاص ماشي، اتفضلي قولي حلمك. لو سمحت، كان حلمت مره ان اختي بتتجوز، وهي متجوزه قبل كده وجوزها ميت، بس حلمت ان هي اتجوزت وبشرتها في سن قصير. هو هي اختك سنها كام سنه؟ ولسه في سن قصير. سنها كام سنه؟ عندها دلوقتي 24. طيب ابشري خير. عندها 24 سنه. طيب خلاص، هنرد عليك يا ريم. معانا ام احمد، اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ألو؟ اتفضلي. ايوه معاكي. حضرتكم طيبين. وانتي طيبه. وانتي طيبه. اكلم الدكتوره من فضلك. الدكتور صوفيا معاكي. بصي يا دكتوره، انا حلمت ان انا كنت، انا فعلا عايزه اروح العمره، فحلمت ان انا رحت من جوز العمره وبطوف حوالين الكعبه، فطفت وعملت الطواف وخرجت تقريبا علشان اروح الصفا والمروه، ففوجئت ان انا وقعت في الفندق وما روحتش. فقول لحد، لا ده احنا لازم هنرجع تاني، ده احنا لسه ما رحناش الصفا والمروه. فانا بقى باخده عشان ارجع تاني اكمل العمره، فوجئت بواحده بتديني كيس نايلون كده زي ما يكون فيه لبس حرام. في فانا قلبي اتاخد كده، لبس احرام. طيب. فانا قلت يا رب ايه ده، لبس احرام ولا كفن؟ لقيته ابيض، بس انا ما نطقتش يعني في نفسي. فانا بفتحه لقيت جلابيه جميله مطرزه كده بلولي، ومعاها تقريبا زي قميص تحتاني، يعني لبس احرام بتاع حرير. بس وقمت بقى على ان انا بقول له لازم نروح نعمل الصفا والمروه. ما شاء الله. ارجوك تطمنيني. اشكرك. حاضر. طيب معانا سماح، نفسر كلهم بعد. سماح، ما الو، اي سماح اتفضلي. السلام عليكم، ممكن اكلم الدكتوره؟ دكتور صوفيا معاكي. اهلا يا سماح. ازيك؟ لو سمحت، وانا حلمت ان يوم القيامه قام، حلمت ان يوم القيامه قام وانا وماما بقى في الجنه، فربنا سمعت صوت ربنا بس ما شفتش شكله، وانا كنت واقفه على حسنه. على ايه؟ على حسنه. حسنه يعني ايه ده؟
يعني واقفه على حسنه واحده عشان اخش الجنه. اه واقفه يعني على خطوه. آه. ايوه واقفه على حسنه يعني فاضل لها حسنه عشان تدخل الجنه. اه عمل أيوة. صالح يعني. ايوه فانا وماما دخلت الجنه فانا بقول لماما ممكن الحسنه. فبقول لماما ممكن حسنه فماما قالت لي لا ماما دخلت الجنه فربنا مسكني فاداني في عمود طويل قوي النار فحدفني في النار تحت خالص. بس انت عمرك كام سنه؟ واضح ناسي انها صغير. طب ناخد سميه. الو شكرا. طب تفسري يا دكتور. اه شافت والدها اللي متوفي من سنه شافته كذا مره بيحضر فرح واحده من اخواتها. ان شاء الله باذن الله مناسبه طيبه ويعني حاجه حلوه هتدخل عليكم السرور. ولكن الحنه زي ما قلت لها مش هنتكلم عليها لان الحنه في الايدين حلوه في الرجلين مش حلوه. والله اعلم فمش كويس انسيه خالص الرؤيه دي. حلمت مره ان اختها اتجوزت وفي الحقيقه جوزها متوفي وعندها بصي ان شاء الله باذن الله الرؤيه اراها كما هي يعني هيحصل لها زواج بالفعل طالما عمرها لسه صغير فهتتجوز بالفعل يعني الايام القادمه والله اعلم. ام احمد راحت العمره وطافت وشافت صفا مره. بصي هو طبعا رحت العمره دي معناها ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك كما تريد يعني زي ما شفتي هيكون. بس انت ما خلصتيش كل المناسك. معنى كده ان في شيء هيعطل الروحه دي خدتي بالك. الشيء ده هي شافت لبس او احرام فهي بتقول ده كفن او ده. بصي هو ده في انشغال عن الاخره بالدنيا لان ده يعتبر ستر. الستر ده في الحاله دي بما انها متزوجه وعندها زوج في الحاله دي فلوس. فلوس دي هتشغلها عن انها تروح يعني لله تعالى. فحائل هيحصل حائل بينك وبين الله تعالى فحاولي ما تخليش الدنيا تغطي على الاخره والله اعلم. الله اعلم. اه سماح بتقول شافت يوم القيامه ومامتها دي طبعا رؤيه على حسنه بالظبط بالظبط زي رؤيه سيدنا عبد الله ابن سيدنا عمر اللي هو اخو سيده حفصه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاف ان في ناس عايزه تشده وترميه فين في بير مليان نار يعني. تمام. فهو طبعا بقى يعافر لحد ما بعد من البير ده فطبعا ايه وربنا نجده. فالحاله هي وقعت بقى هي وقعت. الحاله دي ان هو قال الرسول طبعا لما سيده حفصه عرضت الرؤيه دي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها نحسبه على خير ولكن عليه بقيام الليل. وحتى مات لا يغادر قيام الليل ابدا. هي وقعت. الوقوع في الحاله دي معنى كده انذار ان انت لا بتصلي ولا بتشوفي حالك ولا يعني بعد تام من الله تعالى. الحسنه دي الدنيا بقى. الحسنه دي كلها الدنيا، الدنيا شغلاها وبعدها عن الله تعالى. الرؤيا ويا بخت اللي يوعظ في رؤيا. خليكي يعني على خير، ابعدي من اهتمامك بالدنيا وبصي على الاخره شويه لان دي زي ما بيقولوا بيدخل من باب يخرج من باب تانيه. بس ف